دائما في حكومة دبي وفي هيئة الطرق والمواصلات المتعامل هو محور وأساس تقديم الخدمة. وبالفعل في نفس الوقت في العالم في هناك شركات عالمية ظهرت في الفترة الأخيرة مثل أوبر وشركة كريم اللي بدت من ستارت أب بدت من دبي تقدم الخدمات، ولكن هاي الشركات أيضا كان لها بعض التحديات. قامت الهيئة بالجلوس مع الشركات كيفية أن نحن نقدم خدمة سرعة وصول المركبة مع سلامة ضمان راكب. أهم النتائج اليوم رافع نظر متعاملين عن 87%، وهذا رقم كبير تحدي، بالإضافة إلى 12% ارتفاع في تحسن جودة الخدمة، وهذا نتيجة أن اليوم الناس بإمكانهم يحصلون في مركبات بمعدل 4 دقائق في إمارة دبي، بعد ما كانت 12 دقيقة و16 دقيقة اليوم بإمكان الشخص أن يحصل على مركبة خلال 4 دقائق كمعدل. ودائما نسعى لتحسين خدماتنا في هيئة الطرق والمواصلات وفي إمارة دبي.